الله، الوطن، الملك، نعم، من المغرب إلى ليبيا. بسم الله، اليوم جديد، لا إله إلا الله، والحرية تعيد. بسم الله، اليوم جديد، لا إله إلا الله، والحرية تعيد. نعم، الحكم مكان مؤقت، كلنا في طريق إلى الموت. الطوارئ تصاروا والجدال حتى حياتهم خسروا. الموت وحده ليس العقاب، القبر والقيامة أيضا في الحساب. الظلم ليست له مكانة في الحكم، فمن قال سوف يتحقق هذا الحلم؟ استعانوا بالسلاح وبدأوا بالكفاح، من تونس ومصر حتى ليبيا، دفعوا بكل شجاعة عن الحرية. غيرتهم العالم ومن هزال الألم، من المغرب وحي الثوار فزلتهم الستار وضحيتهم باستمرار. المغرب، الله، الوطن، الملك، أجل. بسم الله، اليوم جديد، لا إله إلا الله، والحرية تعيد. بسم الله، اليوم جديد، لا إله إلا الله، والحرية تعيد. أشهد في الموت مبتسمون، والطغية في الموت متأسفون. ألمهم قاسي لأنهم يحبون المعاصي. كيف كانت حياتهم مع الشعب؟ مجرد لعب، لم يكن الإيمان في القلب، بل كان الطغيان ضد الشعب. استخدموا القوة في وجه الأطفال لضمان العرش والمال. اللعنة على القذافي ولهو في الموت، خائن والرجولة عبارة عن صوت. وأين هي إلى الأمام؟ كلها أوهام وفراغ في الكلام. يجب أن تعرف أن الله لا يرحم من يظلم. نعم، الله يرحم من يظلم. بسم الله، اليوم جديد، لا إله إلا الله، والحرية تعيد. بسم الله، اليوم جديد، لا إله إلا الله، والحرية تعيد. جنة الحرب ضد الثوار، وفي التأني الانتصار. لم يكن هناك خيار، ولكن في الآخر نحن أحرار. ليبيا منذ الآن وصعيدا لك الحرية، ولازالت مستمرة إلى الأبد، لأن الرجال وضعوا للطاغية حد. ومن يريد التحدي، فإن كنتم رؤساء فأنا جندي. أساند الحب والسلام، وأعبر على ما يخلج في قلبي من ألم. ولا أستعين بالاستسلام، بل أستعين بالله عالي المقام. ولا خوف إلا من الله، وأحيي الثوار. بسم الله، اليوم جديد، لا إله إلا الله، والحرية تعيد. بسم الله، اليوم جديد، لا إله إلا الله، والحرية تعيد. ياسين، معاقب، مقاوم، مصلح.